الجزائر خسرت عشرات المليارات من الدولارات بسبب هذا الملف، الجزائر تأخرت في التنمية بسبب هذا الملف، الجزائر أضاعت عن المنطقة المغاربية انطلاق القطار المغاربي وبالتالي بناء تكامل اقتصادي في المنطقة. الأمر مكلف جدا، الجزائر تخصص ميزانية ضخمة لتصليح هذه السنة قدرت ب 23 مليار دولار وهذا أمر غير مسبوق في تاريخ الجزائر المستقلة. الأمر بكل بساطة أثقل كاهلة الدولة الجزائرية، والنظام الحاكم في الجزائر يتحمل هذه المسؤولية لأنه يبحث عن شرعية مفقودة، لأنه يرى في أن العداء مع المغرب يستمد منه قوته، بل هو الأكسجين الذي يتنفس منه، وهذه المقاربة خاطئة ويجب أن تتوقف، لأن مستقبل الجزائر مع المغرب، مستقبل الجزائر والاستقرار في المنطقة مرتبط ببناء العلاقات الطبيعية بين البلدين، وبالتالي نأمل أن يكون هناك تغيير سياسي، لأن المشكل بالأساس هو مشكل داخلي قبل أن يكون مشكل مع المغرب. المشكل في الجزائر هو مشكل شرعية نظام حكم كان يستمد شرعيته من الثورة التحريرية، ثم ذهب رموز الثورة وآخرهم عبد العزيز بوتفليقة الذي أعتبره كان جزءا من المشكل فيما يخص العلاقات مع المغرب، وتمنيت أن يكون جزءا من الحل، لكن للأسف أضاع عنا هذه الفرصة. إذا قلت بأن هذا النظام يعاني من شرعية مفقودة، يريد من خلال إتكاء صراعه مع المغرب أن يلملي لما جبهة داخلية ضعيفة، لأن أموال النفط لا تكفي لشراء السلم الاجتماعي وضمان استقرار سياسي في الجزائر. الصحراء المغربية هذا الملف الذي أفلس منظومة الحكم في الجزائر. سأتحدث عن كم كلفنا في الجزائر هذا الملف، ولماذا يصر النظام الحاكم في الجزائر على إطالته، وسأتحدث عن الجانب الإعلامي والجانب السياسي في الجزائر بخصوص هذا الملف، وتبني النظام لسياسة يعني قمعية تجاه أي صوت يطالب بمناقشة هذا الملف بعيدا عن أطروحة النظام التي دائبة على تكريسها منذ تقريبا 50 سنة. هذا اللقاء اليوم هو مناسبة للقاء مع الأساتذة الأجلاء والمناقشة معهم بخصوص مستقبل العلاقات ما بين المغرب والجزائر، والذي يتطلب منا أن نبقى دائما متفائلين، لأن أنا مؤمن بأنه سيقع تغيير هناك في المستقبل في المنطقة. يعني مثلما نرى بعض الأمور المؤسف عليها في الوقت الحالي التي قد تدفعنا إلى التشاؤم نوعا ما، لكن علينا أن نبقى متشبتين بالأمل في ترسيخ علاقات طبيعية، لأن الذي يجمع الشعبين الجزائري والمغربي أكثر مما يفرقهما، وضرورة إيجاد يعني ضرورة ممارسة السياسيين للسياسة، لأن للأسف الذي يقع حاليا هو أنه هناك جهة في الجزائر يعني القرار يرجع فقط للعسكر، أما في المغرب هناك مؤسسة القصر الملكي وهناك سياسيين، وبالتالي المشكل هو أنه إذا توفر السياسيين من الجانب الجزائري مع السياسيين من الجانب المغربي قد نصل إلى الحل، ولكن في ظل وجود العسكر في الواجهة والسياسيين في المغرب فإنه من الصعب جدا بمكان أن نصل إلى إنهاء هذه القطيعة الغريبة والتي تسيء إلى ماضينا المشترك كبلدين قادا المقاومة في شمال أفريقيا ضد المستعمر. وشكرا لك.